هو انت راجل، انت راجل بقالك فتره برضو بتشتغل، فتره طويله بتشتغل في الاعلام والكلام ده، ليه الناس دايما بتاخد كلمه وما تاخدش الباقي؟ يعني انت لما تيجي تتكلم وتقول ان انا من وجهه نظري، من وجهه نظرنا هنا في البيت الكبير، انه اللاعبين المحليين اللي مستواهم عالي قوي، اللي مستواهم عالي قوي، اللي هم لعيبه، معظم لعيبه مصر الحقيقه مستواهم هايل ورائع وعالي جدا، انا ما بتكلمش على كده، ولكن انا بتكلم ان برضه مستوى لعيبه النادي الاهلي اللي موجودين بالاسماء اللي احمد اتكلم عنها في كل مركز هايلين. فبالتالي انا بشوف ان انا محتاج لعيبه معينه تيجي تعمل الفارق. وانا قلت السؤال ده للكابتن شريف والكابتن عادل وردوا عليه، ان انا لما اجيب محمد ابو تريكه، لما اجيب بركات، لما اجيب عماد النحاس، لما اجيب شادي، لما اجيب وائل جمعه، لما اجيب الناس دي، جت عملت فارق كبير داخل النادي الاهلي. لان النادي الاهلي ساعتها كان محتاج في الوقت ده تدعيم كبير باكثر من تقريبا، اعتقد ساعتها كان 8 صفقات. يعني النادي الاهلي ساعتها كان كاستيو جه ساعتها اللاعب في الكولومبي شهر واحد لا كاستيو جه في الصيف، جه مع تريكا وحسن مصطفى جم في يناير، مع بينيو اللاعب البرازيلي ساعتها كان 3 صفقات جم في شهر يناير. بعد كده في الصيف النادي الاهلي دعم بحوالي 8 صفقات. لا انا مش هذه الفكره، انا اقصد ان الفكره ان الناس اللي جت كلها في هذه الفتره نعم. كان لها دور طبعا كبير في ان تطوير الاداء الفني للفريق، يعملوا بصمه في الفريق. برافو عليك، هو ده اللي انا بقوله بقى بالظبط. فاحنا هنا عايزين نتكلم على، انا عايز اجيب كلام سعيد مثلا، طبعا عايزين نتكلم الغرض من الصفقات ومن فتره التقليات، وهي تدعيم الفريق في الاماكن الناقصه. أيوة. في او انك بتدعم لاعب بيلعب اساسي ومعهوش بديل، فبالتالي لما بتلعب في كذا بطوله في نفس الموسم وعدد كبير من المباريات، اللاعب ده مش بيلاقي له بديل يشيله او يسنده في بعض فترات الموسم. خلينا نتفق يا كابتن اسلام ان النادي الاهلي الموسم ده ما كناش في افضل حال في طبعا. بعض الاحيان، وبالتالي اللي الناس المتابعين وجمهور النادي الاهلي شايف ان لعيبه الصف الاول في وقت كتير كانوا في شكلهم وحش. طيب الشكل الوحش ده لازم نعرف سببه، ان انت النهارده ما ينفعش مثلا اجي احكم على لعيب كلاس ايه عندي بان هو اجيب له بديل وهو مش مرتاح، لا ما ينفعش، لان اللعيبه دي قدرت ان هي تجيب لي 2 افريقيا. واه في نفس الوقت ممكن حد يقول لي يا كريم اه طب ما خسرنا 2 دوري، صح، بس خساره الدوري لما نيجي نحللها ليه اسباب كتيره، بعيدا برضو عن ان اللعيبه وحشه او اللعيبه سيئه. اه اللعيبه كانت سيئه في بعض الاوقات، بس مش عايز اقول ان هم سيئين، لان هم ما كانوا في قمه مستواهم البدني والذهني والفني وقدموا لنا مستوى وحش، لا مش دي الحقيقه بصراحه. اللعيبه قدمت المستوى السيء بسبب ظروف هنبدا نقعد نحللها ونشوفها. طيب النادي الاهلي دلوقتي هل محتاج صفقات فتره الصيفيه؟ 100% محتاج عدد من الصفقات في وجهه نظري الشخصيه مش هيقلوا عن 5 أو 6. انا كنت اتمنى على المستوى الشخصي 8 و9 و10، لكن لو ساعات في ظروف في السوق بتجبرك ان انت ممكن تقول خلاص اوكي انا ممكن ادعم ب5 أو 6 واجل شويه ليانير عشان ما اختارش لعيب او صفقه ما يبقاش شكلها كويس، لانه وضع في الاعتبار في نقطه مهمه، الجمهور بيحب الصفقات الجديده، فكره الصفقات الجديده الجمهور بيحبها طبعا لانها جزء من التنافس. ان برضو الجماهير، وخلي بالك نقطه مهمه جدا يا كابتن اسلام، ساعات التنافس ده ممكن يضر النادي. ليه؟ اللاعب ثمنه، هو ثمنه 10 قروش. التنافس الشديد والتناحر الشديد على السوشيال ميديا يرفع ثمن اللاعب ده من 10 قروش ل 40 قرش فيعمل ازمه. وده شفناه. شفنا. طيب يبقى احنا هنا وضعنا الحالي بنقول ايه؟ بنقول ان طبعا اي حد هيجيب السكواد او قائمه النادي الاهلي ويحطها كده قدامه على الورق هيبدا يلاقي ان في بعض المراكز التي تحتاج التدعيم السريع جدا، زي مثلا في وجهه نظري مركز الجناح الهجومي، مركز راس الحربه الصريح، مركز صناعه اللعب، دي مراكز النهارده محتاجه تدعيمات سريعه ومباشره. خط الوسط لا، ممكن ادعم لكن مش برايورتي، مش اولويه. ليه؟ لان بكل امانه مصر ما فيهاش لعيب رقم 8 اعلى من عمرو السولية، مفيش. تعال نجيب كل اسماء اللعيبه في الدوري كله، مين يطلع عمرو السولية؟ مستحيل، مش هنلاقي. طيب مين مركز 6 على اليو ديانجو على حمدي فتحي؟ مستحيل يلعب عليه، مستحيل. ولكن ممكن ساعات بعض الاحيان جوزيه كان له وجهه نظر، كان بيحب دايما المركزين دول يبقى عنده في 6 لاعبين، في مدير فني يقول لك عايز 5 بس او عايز 4 لحسب الطريقه اللي بيلعب بيها. ما برضه الناس وهي بتفكر في المراكز خلي بالك
المدير الفني هو بيحط القايمه، ما هو على حسب طرق اللعب صح. اللي هو بيلعب بيه عايز يلعب ازاي النهارده. احنا بنقول اجنحه لان النادي الاهلي وطرق اللعب الحديثه بتعتمد على الاجنحه. النهارده لو مدير فني في التسعينات هيقول لك لا 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 انا بحب راس الحربه الصريح اللي هم بيلعبوا في البوكس، عايز اربعه انا عايز اربعه، عايز اربعه جوه البوكس لان انا بلعب 4-2 فلات على طول، وبالتالي الاثنين دول هيتغيروا. فهي لازم الناس وهي بتحسب الحسبه بتاعتها تبقى واخده بالها ان في يعني في اعتبارات فنيه تاتي في المقام الاول وانا بتفاوض. والحاجه الثانيه كمان ان السوق نفسه عايز مني يعني النهارده انا اسف ما حدش يجبرني ادفع في ابو قرش وقرشين 20 و30 قرش عشان مجرد بس النادي الاهلي قال عايز اللعيب ده. لا ما ينفعش بصراحه، لا احنا النهارده بنشوف في مغالاه وفي امور بتخلينا النهارده ممكن بقى النادي الاهلي فعلا يستغل الصفقتين الاجانب، يعني يجيب اسمين فعلا اقوياء جدا يشيلوك، لان النقطه مهمه لو انت بقيت قوي جدا في الخط الامامي والحته دي بس ده بيشيل من ورا لان على طول بهاجم. كمان المدير الفني لما بيلعب باسلوب مثلا هدي مثلا زي رينيه فايلر، رينيه فايلر كان عنده مثلا سيستم ان انا دايما ببدا الضغط بتاعي من قدام، ما كناش بنشوف حد بيروح على الاهلي. فهي ليها نسبه وتناسب، فالناس لازم تصبر وطريقه لعب الناس لازم تصبر، لان احنا النهارده لما نبص على خارطه الطريق بتاعت النادي الاهلي احنا ستيل لسه في تاخر مفيش مشكله، لكن معانا وقت. ما تضغطنيش بقى ليه؟ ان انا لسه النهارده عندي المعسكر بتاعي اتحدد له يوم 18 واحنا النهارده ماشيين زي ما احنا يعني نصحنا. مهم جدا جدا موضوع المعسكر الاوروبي انه بيخلينا نبدا الموسم احمال افضل مرتاحين، نركز بس في التمرين ونرجع بقى ان احنا يا جماعه احنا الموسم ده فعلا هيبدا هيبدا بماتش قوي جدا دول 32 في دوري الابطال بنتكلم على نسبه كبيره يبقى الاتحاد المنستيري. فاحنا ان شاء الله عايزين باذن واحد احد خلال الايام الجايه ولسه الاداره والمجموعه ان شاء الله تختار المدير الفني وتختار اللعيبه يعني ربنا يوفقهم، لسه معانا وقت، معانا 5 ايام او اسبوع نقدر، لان الاعلان في يوم واحد لازم يوم واحد والراجل بيشتغل في يومها يعني يوم واحد ايه ده هم 3-4 ساعات. اذا لم يكن هناك يعني انا متخيل يعني معرفش طبعا دي مش معلومه انا متخيل ان لو النادي الاهلي بيقارن ما بين 3 مديرين فنيين فالثلاث مديرين فنيين 100% شافوا الفرقه وشافوا سكواد الفرقه وشافوا الاماكن اللي من وجهه نظرهم وبعتوا للنادي الاهلي وقالوا لهم احنا عايزين كذا وكذا، وبناء عليه بيتم وجهه نظري ما اعرفش صح ولا غلط. لا لا ربما واحنا اهو، طب ما احنا قبل تعيين سوارش ما اكدنا معلومه ان سوارش كان بيتفرج على النادي الاهلي 9 ماتشات اهلي والزمالك اللي هو كان اول ماتش بعد رحيل بيتسو صح موسيماني. وفي بعض حاجات تانية ان من حق المفاوض في النادي الاهلي او اللجنه المنوط لها بالتفاوض مع مدربين او لاعبين بكل امانه انها تطرح بعض الاسماء غير الصحيحه بكل امانه طبعا عشان عايز احافظ على شغلي.